بكم من جديد وجولة جديدة في الصحافة العالمية. نبدأ هذه الجولة من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقرأ منها تحت عنوان الاتفاق النووي مع إيران يضعف الولايات المتحدة، حيث قالت الصحيفة إن أنصار هذه الصفقة يقولون إن الولايات المتحدة انتزعت تنازلات كبيرة من إيران وكسرت مأزقا استمر 10 سنوات، إلا أنهم لا يهتمون بأن هذا الاتفاق سيسقط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الذي يعاني الكثير من التحديات مثل الفوضى في سوريا واليمن وحتى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأطار الصحيفة أن هذا الاتفاق لن يسمح للولايات المتحدة بكبح جماح إيران في المنطقة ووقف سباق التسليح الإقليمي، خاصة في ظل تحذيرات قوى مثل مصر والسعودية وتركيا من امتلاك إيران سلاحا نوويا. إلى الصحيفة واشنطن بوست ونطالع منها تحت عنوان الأيادي الخفية وراء تنظيم داعش. قالت الصحيفة إن معظم قادة هذا التنظيم ومقاتليه الحاليين كانوا أعضاء سابقين في حزب البعث العراقي أو قادة عسكريين سابقين عملوا في الجيش أو المخابرات العراقية وانضموا للتنظيم عقب تسريحهم بعد الغزو الأمريكي. وذكرت أنه رغم انضمام آلاف من المقاتلين الأجانب للتنظيم في العراق وسوريا، إلا أن معظم القادة والأمراء وصناع القرار داخل التنظيم هم مسؤولون عراقيون ويترأسون اللجان الأمنية والعسكرية ويشغلون مراكز مهمة في التسلسل الهرمي للتنظيم. إلى صحيفة ساندي تايمز البريطانية نطالع منها تقريرا جاء بعنوان أدلة مثيرة للفزع على مذابح في تكريت، حيث وثق مراسل الصحيفة في المدينة التي فر منها إرهابي داعش أدلة على واحدة من أفظع المذابح في تاريخ الجماعة المتطرفة، حيث عثر على ممتلكات متفرقة وأكوام من الثياب مدفونة في حفرة تبين فيما بعد أنها رفات 300 شخص تم قتلهم بشكل جماعي وهم على الأرجح من طلاب الكلية الجوية. وتقول الصحيفة أن أحد الأسرى من التنظيم أرشد قوات الجيش العراقي والميليشيات الشيعية وبعض أفراد العشائر السنية إلى مواقع المقبرة الجماعية. أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فنطالع منها تحت عنوان مطارق وكلاشينكوف تقضي على مدينة الحضر الأثرية، حيث سلطت الصحيفة الضوء على قيام تنظيم داعش بنشر مقاطع فيديو تظهر عمليات لتخريب الآثار العراقية في مدينة الموصل. وقد استخدم من ظهر في مقاطع الفيديو مطارق فقيلة وبنادق كلاشينكوف لمحو هذه الآثار. وتشير الصحيفة أن هذه المقاطع تم تصويرها على الأرجح منذ شهر، إلا أنها كانت صادمة بشكل كاف وعاملا لتنبيه المجتمع الدولي من استمرار هذه الجرائم. إلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ونطالع منها تحت عنوان الفلسطينيون يهددون باللجوء إلى المحاكم الدولية بسبب الضرائب، حيث نقلت الصحيفة تصريحات للرئيس محمود عباس وقد أكد فيها أنه رفض تسلم أموال الضرائب من الحكومة الإسرائيلية بسبب وصولها منقوصة، مهددا بتدوير القضية إذا لم تتراجع إسرائيل عن سياساتها. وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية والتأييد الأوروبي لإقامة الدولة له أثر بالغ في زيادة الضغط على نتنياهو. ننتقل إلى صحيفة لوموند الفرنسية ونطالع منها تحت عنوان فرار 2000 شخص من مخيم اليرموك. دعت الصحيفة حماية الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذي يشهد اشتباكات عنيفة بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من المخيم، وصفة ما يحدث بالمأساة التي عجز المجتمع الدولي عن التحرك لمنعها أو حتى التخفيف من نتائجها. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الصحفية لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.